السلام عليكم ورحمة الله. كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية عداوة شديدة وضغائن وحروب كثيرة امتدت لأكثر من 120 عاما، وكان ذلك رغم ما بينهما من صلة قرابة ودم. وكثيرا ما كانت تقام الحروب في الجاهلية لأتفه الأسباب، ربما لأن فرسا سبق فرس. فلما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ودخلوا في الإسلام، صاروا إخوانا متحابين متعاونين على البر والتقوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا وتمسكوا جميعا بحبل الله، وحبل الله هو كتاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وقال عبد الله بن مسعود: حبل الله القرآن. وقال العديد من المفسرين من باب التنوع: حبل الله كتاب الله، حبل الله الإسلام، حبل الله هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبل الله الجماعة. وذلك لأن التمسك بكل هذه الأشياء والعمل بها سبيل النجاح والفلاح. ومن اعتصم بحبل الله فاز ونجا، لأن الممسك بالحبل هو الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى فرق متناحرة متباغضة يكيد بعضها لبعض. فليس في الإسلام من عصبية ولا قبلية ولا دعوة من دعاوي الجاهلية، وجميع المسلمين إخوة في الإسلام، لا عرق يفرقهم ولا لون ولا لغة. فأمرنا الله عز وجل بالجماعة ونهانا عن التفرقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنحن جميعا في هذه الحياة كمن هو في وسط بحر هائج مضطرب موشك على الغرق والهلاك، ثم برحمة من الله يلقى إلينا بحبل متين، ونسمع صوتا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأما المؤمنون يسارعون إلى ذلك الحبل ويتمسكون به فيفوزون وينجون من الغرق والهلاك. واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم، إذ كنتم أيها المؤمنون قبل الإسلام أعداء، يقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعض، فجمع الله قلوبكم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألقى في قلوبكم محبة بعضكم لبعض، فأصبحتم بنعمته ورحمته وفضله إخوانا متحابين متعاونين على البر والتقوى، مجتمعين على طاعة الله كالجسد الواحد والبنيان المرصوص.
فالأخوة في الله نعمة عظيمة من الله تستحق الذكر والشكر. وذكر النعمة يكون باللسان والقلب والجوارح. وكنتم على حافة نار جهنم، ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا على كفركم فتدخلوها، فهداكم الله إلى الإسلام ونجاكم من النار. كذلك يبين الله لكم آياته الكونية والشرعية، ويبين لكم كل ما فيه صلاحكم لعلكم تهتدون إلى سبيل النجاح والفلاح، ولعل مع الله تفيد التحقيق فيكون المعنى المقصود لكي تهتدون. جزاكم الله خيرا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.